يلا شهر رمضان واحنا مصر كلها طيبة وان شاء الله رمضان الجاي هيكون احسن بكتير علينا جميعا. انتهت بالامس الدورة الرمضانية للرماية تحت رعاية المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة نادي السد المصري. وبنتشرف اليوم معنا توزيع الجوائز بوجود سيادة العميد حادم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية قطر، المهندس شهور زاهر مقرر لجنة الرماية يتفضل، أخونا وحبيبنا العزيز علينا كلنا والقلب الأبيض الكبير بتاع الرماية الأستاذ عبد الحميد غالب مدير الاتحاد المصري للرماية. إهداء من مجلس إدارة نادي السد المصري بالتركي لسيادة العميد حادم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية. احنا انتهت دورة رمضان، الدورة الرمضانية انتهت بالأمس وقبليها كنا في حالة سعادة كاملة دايما بالمسابقات اللي كنا بنعملها في كومباكت سبورتنج وبميادين الكومباكت سبورتنج العظيمة اللي مش موجودة في الشرق الأوسط إلا في نادي سد الدقي. وإذا كان يعني في شكر نقدر نشكره فالشكر الأول طبعا لربنا سبحانه وتعالى والمجلس إدارتنا ولأخونا وزميلنا المهندس علاء الأنصاري هو والعمال اللي معاه اللي عملوا لنا الميادين وخلونا نجحنا في ان احنا دخلنا نشاط جديد اللي هو نشاط الكومباكت سبورتنج في مصر. فالحقيقه بالنسبه للمهندس علاء الرماة بتوعك زملائك بيستسمحوك انك تقبل منهم الهديه الصغيره اللي هم جايبينها لك وهم جايبين لك ثلاجه مكتب عشان تحطها في مكتبك. وطبعا معاها درع النادي. رئيس مجلس اداره المحمص الرمايه بيقدم درع الاتحاد الى المهندس شهور زاهر مقرر لجنه الرمايه في توزيع الجوائز وهنبدا بالفريق الرابع. الفريق الرابع مكون من خدت حاجة تانية من ورايا؟ هتقعد تلم بقى. الفريق الرابع مكون من السادة تحسين مطر وإسلام عبد الهادي وكريم فتحي وكريم محمود حسين. إسلام ما جاش؟ طب ادفع فيها. الفريق الثالث والميدالية
البرونزيه، الفريق الثالث بالميداليه البرونزيه، ومع الميداليه البرونزيه خمس ثلاجات بتوع مكتب، خمس ثلاجات مكتب. الفريق الثالث والميداليه البرونزيه ومحمد المولري ومحمد ايوه يا مولري المولري وحسام وحش وشريف غسلان ووائل رشاد ومحمد تحسين. المركز الثاني والميداليه الفضيه سيلفر ميدل و LCD 32 بوصة LCD 32 بوصة والفريق الفائز بالميدالية الفضية كريم عبد القادر ايوه يا كيمو خالد ثابت احمد حامد محمود تحسين طارق السباعي كل سنة وانتم طيبين خليكم ثلاث ايام لاقيين وبعدين نكمل بعد كده ان شاء الله نخش بقى على المركز الاول وده خلينا صراحه يعني كان مفاجاه الدوره الرمضانيه يعني بصراحه الميداليه الذهبيه والمركز الاول وال سي دي 50 بوصه لفريق مدام منى الحواري مدام منى الحواري